قصة الأطعمة المجمدة. الطعام من ملذات الحياة، ناهيك عن أهميته من أجل البقاء، ولكنه يفسد. لذا ابتكر الإنسان سبلاً عديدة لحفظه من أجل تناوله في وقت لاحق أو في أماكن بعيدة عن أماكن حصاده. تتطلب بعض هذه السبل إضافة مواد كيميائية تضر بالصحة أو تقلل من القيمة الغذائية للطعام، لكن لحسن الحظ يمكن من خلال عملية التجميد حفظ الطعام والإبقاء على معظم عناصره الغذائية صالحة كما هي. يتمثل جوهر فكرة التجميد في أن معظم العمليات الكيميائية والحيوية تتباطأ في درجات الحرارة المنخفضة، وهو ما يعني أنك إذا عرضت الطعام لدرجة حرارة منخفضة للغاية، فإن درجة حرارة الإنزيمات والبكتيريا والفطريات الموجودة بداخله تنخفض كثيراً فلا تستطيع تحليله. لهذا يصمد الطعام لوقت أطول في المجمد أكثر منه في الثلاجة، وفي الثلاجة أكثر منه على المنضدة. مع هذا لم يكن التجميد دوماً مهمة سهلة، خاصة قبل اختراع الثلاجات. هذا لا يعني أن التجميد فكرة حديثة العهد، فمن يعيشون في الأماكن الباردة يفعلونه بالفطرة منذ آلاف السنين، إلا أن الأمور لم تسر على ما يرام عندما بدأنا محاكاة الشتاء صناعياً من أجل تجميد الأطعمة في الأماكن ذات الطقس الدافئ. كانت أجهزة التجميد الأولى حجرات مليئة بالثلج المملح، وكانت رغم قدرتها على تجميد الطعام تستغرق ساعات أو أياماً للقيام بهذا. وعملية التجميد البطيئة هذه تعطي فرصة للسوائل داخل الخلايا للتجمع في صورة بلورات ثلجية كبيرة الحجم. ونظراً لأن الماء يتمدد عند تجمده، فإن الحواف الحادة لهذه البلورات تصنع ثقوباً في جدران الخلايا، وعند إذابة الثلج عن الطعام تتسرب السوائل إلى الخارج. شيء كريه حقاً، أليس كذلك؟ هنا يأتي دور كلارنس بيرتزاي، وهو رجل أعمال أمريكي عاش في القطب الشمالي الكندي في العقد الثاني من القرن العشرين. لاحظ بيرتزاي أن شعب الإنويت عندما يذهبون للصيد في الجليد في أجواء عاصفة تبلغ درجة الحرارة فيها 40 درجة تحت الصفر، كان ما يصطادونه يتجمد على الفور تقريباً، وعند طهي تلك الأطعمة فيما بعد تكون طازجة المذاق. أدرك بيرتزاي أن مذاق الطعام القطبي المتجمد شهي، لأنه يتجمد سريعاً ويشكل بلورات ثلجية أصغر حجماً لا تدمر الخلايا. ألهمه ذلك باختراع عملية للتجميد السريع للطعام من خلال الضغط على عبوات صغيرة من الأطعمة بين لوحين معدنيين باردين تبلغ درجة حرارتهما 40 درجة تحت الصفر. وبهذه الطريقة إلى جانب التسويق الذكي، تمكن بيرتزاي بمفرده تقريباً من تعميم وسيلة حفظ الطعام القطبية في جميع أنحاء العالم وإطلاق السوق الحديثة للأطعمة المجمدة. وأنت أيضاً لديك على الأرجح مجمد خاص بك في المنزل، وهو جهاز رائع بارد يكفي لتجميد سريع لأي طعام تضعه داخله. بعبارة أخرى، إنه قطب شمالي داخل مطبخك.